شو قصتك يا سمية؟ ما كنا نخلص؟ أولادك وقالوا لك إياها بألم نشرح، ما بدهم ياكي. شو ضل؟ بدي أعرف مين قتل ابني. جواب السؤال مو عندي، جوابه عند الجنائية. غلطان كتير يا هشام، الجواب لازم يكون عندك أنت. لو ابني نقتل لحاله كنا منقول فيها وما فيها، بس شو من شان اللي نقتله قبله؟ شو قصدك يا سمية؟ قصدي أنا بعرف كل شيء يا هشام. رائد الله يرحمه حكى لي كل شيء، بس أنا وقتها سكت كرمال ولادي، بس هلأ كرمال هون ما رح اسكت. ظاهر أنت خرفتي على الأخير، وروح يرمي بلاكي على غيرك. يلا يلا. شو راح اقول لك وبتنفسه بالحرف. ايه وانت صدقتيها؟ ما بعرف اذا صدقتها، بس في غصة كبيرة جواتي. تعرفي اليوم نطرتها ترجع. ليش؟ عشان اسمعها اكتر، اعرف اذا اللي عم تقوله كذب او حقيقة. انت شو بتفضلي؟ هالسؤال كتير صعب. الصوت الواضح جواتي بيقول انه هي كذابة. لازم تكون كذابة اصلا، لانه مستحيل اتخيل صورة بابا يلي عشت معه طول عمري تتشوه هالقد. بس في شي جواتي بيتمنى انها تكون صادقة، يكون عندي أم ضحت كرمالنا وما تركتني وراحت ببساطة. تعرفي إذا هي المخلوقة ما طلعت كذابة؟ يعني هي تعذبت كتير، ومو بس لما كانت معكم، لما انحرمت منكم كمان. يا رب تطلع كذابة، هيك أحسن للكل.